سعيد بوحجة في عين العاصفة اليوم ويصمد في وجه تحرك سياسي جارف مطالب باستقالته من رئاسة مجلس النواب الجزائري. يحلل البعض تسميته عمي سعيد. مسيرته السياسية طويلة بدأت قبل الاستقلال. خبرته السياسية مليئة بالمناصب العليا في البلاد، فهو انخرط منذ صغره في حزب جبهة التحرير الوطني، وهو قريب من دوائر صنع القرار. هذه الهيئة تضعنا جميعا أمام مسؤوليات جسام في ظرف صعب وحساس وبالغ التعقيد، إقليميا ودوليا، سياسيا واقتصاديا واستراتيجيا. يقول عن نفسه إنه محارب قديم لا تخيفه المعارك السياسية، لكن يراد له اليوم أن يرحل. الرجل يتمسك بالبقاء، مقاومة غير معهودة حيرت المتابعين في خضم أزمة سياسية كبيرة قبل الانتخابات الرئاسية المتوقعة.